الاحتياط مع صافرة هذه البداية. نعم جورج رجال اليمنى للمدينة الباسلية يبحث عن تمريرة ممتازة، ولكن هنالك قراءة أيضا سليمة للدفاع، الدفاع لإبعاد الخطورة ولإبعاد الكرة اللي كان بكويزي ابن الدار في تشكيلة الوداد الرياضي الفاسي. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء والحارس في المكان المناسب ابن الدار كثور في الوداد الرياضي الفاسي. هذه محاولة ملعوبة على مستوى خطر أمامي، فرصة إمكانية انطلاقة رائعة جدا من الفتح، ولكن في آخر المطاف التماس يأتي في هذه اللحظات. سعادة الخرصة غير راضي على القرار، يلعب الجهة اليمنى للراوي، راوي كرة ممتازة، الدخول داخل منطقة الجزاء، راوي تمريرة ممتازة، يضغط الفتح، يبحث عن الحلول التهديفية الفتح الرباطي. هذا الراوي هذا لاعب اللي قلت على أنه اليوم يريد أن يقدم كل ما عنده، رجوع على صرفات التمريرة ممتازة من الاستثمار رضا الهجوج، كرة جانبية البحث عن الرأسية، ولكن تغيب الكلمة في الفتح الرباطي من هجوج، هجوج للراوي، الراوي ينطلق من جهة اليمنى لمحاولة المرور، وهنالك ضربة خطأ يقول الحكم، ضربة خطأ يقول الحكم، المخالف تصويبا مباشر. نعم كرة مميزة رأسية ممتازة، كادت أن تقدم المطلوب لولا براعة الحارس الذي أنقذ الموقف. نعم كرة رائعة، التمرير كان من يوسف بن عماري والاستثمار كان من محسن العشير، لكن رأسيته لم تكن كافية لهز الشباك أمام تدخل الحارس اللي كان تدخل يوسف الحويزي اللي تمكن. محاولة جميلة، ولكن في آخر مطاف هنالك إبعاد للخطورة والتماس يأتي في هذه اللحظات. نشوف هنا كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، منفذ اللي كان ديال الزاوية والكاميرونية يقوم تمرير، تمريرة ممتازة، محاولة نناح اش كيعمل، كيرجع كرة الخلف تصويبة، ولكن ما قدمتش التمريرات الجانبية أو من خلال الاختراق كما نشاهد الآن. هجوج تصويبة، محاولة جميلة والكرة في الزاوية، حملات الهجومية ديال فريق الفتح الرباطي، محاولة بالعماري، بالعماري كيرفع كرة ديالو ممتازة رأسية جميلة، هدف محقق يضيع لولا براعة الحارس يوسف الحويزي. سعد أيت الخرصة، طريقة تمرير أمامية، محاولة داخل منطقة الجزاء مرة أخرى، هجوج يحاول يمر، الحكم يقول وصل ما فيهاش أي شيء، استثمار من الجهة اليمنى، فرصة لرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تمريرة والحارس في مكان مناسب. هجوج مازال سقط على أرضية الميدان وكأني به يريد لحظات بإمكانه أنه يكون مثمر، محاولة هجومية، فرصة تحدي كبير كان بين الحارس مهدي بن عبيد دير على مستوى بناء العملية الهجومية من جانب الوداد الرياضي الفاسي في المقابلة. كرة حاول رأي مرفوعة من الحكم مسعيد، كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الأمامي، تصويبة جميلة جزاء، محاولة من عماري، تمريرة، فرصة تصويب، إمكانية تصويبة، هدف جميل عن طريق المدن كي وضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف جميل ورائع. نعم اللاعب اللي أتيحت له الفرصة في الجولة الأولى حمزة المدن باش أنه يضع الكرة في المرمى لم يستغل الأمر أمام التغطية الرائعة ليوسف الحويزي على الصورة، لكن في الجولة الثانية تمكن من نزل الشباك، تصويبة فريدة ويعلن عن كورتو نزلها داخل منطقة الجزاء، تحضير كرة ملعوبة، لعبها بالفنية تعود الكرة على مستوى الخط الأمامي، كرة تصويبة، يا سلام على هذه اللقطة الرائعة، يا سلام على هذه التصويبة الفنية. ماذا يريد أن يصنع اليوم المدن؟ يريد أن يؤكد للجميع إمكانية الاستخلاص، لكن بعيدة تماما إلى خارج الخط الخلفي الملعب، إلى خارج هذا منتصر الحتيمي شنو كيعمل؟ كي نفسه تصويبة، جميلة تصويبة منتصر الحتيمي يجربون التصويب عن بعد ليز ثقة هذا الحارس المنتصر الحتيمي، رفع الكرة ممتازة رأسية، والحارس في المكان المناسب. أعتقد أنه كان تدخل، قلت البرنامج الهجومي ممتازة فرصة التعديل، تصويبة جميلة، العملية الأخطر منذ انطلاقة المقابلة من جانب فريق جونيور،
كاميني يحصل على مخالفة. نذكر بأن لا يستسلم لا يستسلم بالمرة، أقدام ياسين أزرع يضع من خلال الكرة في المرمى معلنا بذلك عن هدف رائع جميل، عن هدف مميز.